طيب دكتور مصطفى هبدأ معاك. الحقيقة وزير الصحة بيقول الأمر محتاج وعي مجتمعي، وأنا سؤالي مش عن التصريح ده، لكن سؤالي هو إيه اللي جد، يعني إيه اللي حصل تاني يخلي وزير الصحة يطلع يقول إن الموضوع ده محتاج وعي مجتمعي ومحسوم دينيا وإن إحنا لازم ناخد إجراءات فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحت حضراتكم الدكتور حاتم والجميع السادة المشاهدين. هو الحق اللي جد عندنا في مصر ان جميع الوزراء بيعملهم حسب التوجيهات الرئاسية. فكان عندنا السيسي اطلق ما يسمى مبادرة في شهر يونيو 2021، يعني من حوالي سنة، وقال ان عندنا مرضى الفشل الكلوي في مصر كتير جدا، وان علاجهم بيتكلف كتير على الدولة، والافضل نعمل لهم نقل كلى. وافضل يعني وطلع مبادره وقتها بنفسه اعلنها انه عايز يعمل زي حمله لنقل الكلى لجميع مرضى الفشل الكلوي، وبالتالي نقضي على المشكله. والحق من وقتها بدا الكلام يتردد على موضوع زراعه الاعضاء، بدا الموضوع يتردد على يعني امكانيه اتخاذ هذا الامر كعلاج للفشل الكلوي تحديدا، ده اللي كان المبادره. لعلم فوجئنا بانه بعدها في شهر سبتمبر الماضي قال يعمل مركز، اضخم مركز في العالم او في افريقيا والاقليم كله، ويعمل فيه 1200 سرير او 300 سرير عنايه مركزه و12 حقنه عمليات. الحقيقه كل هذا الامر زي ما تعودنا في مصر بيكون دايما بمبادره رئاسيه بيبدا كله يلف حواليها، لكن الحقيقه هي الاشكاله اللي تقابلنا هنا ان موضوع زراعه الاعضاء في مصر في له قوانين، ايوه منظمه يمكن من 2010 القانون رقم 5، ولكن رغم هذا القانون ما زالت مصر تعتبر الاولى في افريقيا والشرق الاوسط في تجاره بيع الاعضاء، والخامسه حضرتك تفضلت الخامسه على مستوى العالم حسب منظمه الصحه العالميه في تجاره بيع الاعضاء. والحقيقه ان مصر تعتبر سوق رائجه لسبب ثلاث عندنا ثلاث عناصر مهمه جدا في مصر. موضوع ده اللي قاله المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، ده مركز حكومي، طبعا مركز قومي للبحوث، قال موضوع التجاره مع خطف الاطفال بالذات اطفال الشوارع، وجاب حالات ورصدها فعلا ببحوث ميدانيه. الحاجه الثانيه اللي هو اللاجئين اللي في مصر اللي هم غير مسجلين تبع الامم المتحده، والكلام تكلم عليه الصحفي الالماني في تحقيق مطول خاصه من السودان واريتريا واثيوبيا، لدرجه ان الحكومه النيجيريه في نهايه 2017 حذرت رعاياها من السفر الى مصر بهدف السياحه العلاجيه، انتم هتتسرق الكليه بتاعتكم. الحال العنصر الثالث والاخطر هو انتشار الفقر في مصر. لما كان عندنا في مصر حوالي 30% تحت خط الفقر او 6.5% لا يجد قوت يومهم، بدا ان يطلع عندنا اعلانات وشفناها من فتره ناس بتبيع الكلى تحديدا، هو الاكثر رواجا الكلى تحديدا او فص من الكبد للاحياء. فبدات عندنا التجاره منتشره في مصر جدا لان البيئه مهيئه. طيب.